الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. أأكد لك المؤمن اللي عنده إيمان صدق ومتمسك بتعاليم الدين، الواقع سجن إله، لا سجن إله. أتفضل شوف دول هل هالشلايتية يتمتعون بالحياة عرضا وطولا، عرض وطول، ما عنده قيود، ما عنده ضوابط. المؤمن لا، عنده ضوابط، عنده ضوابط. لك هاي المرأة محرمة علي، أنا ما أدنى إلها، هذا الأكل محرم علي، أنا ما أدنى إلها. المفروض أنا أكون إنسان مهذب، أكون عضو يحترم حقوق الآخرين، كرامة الآخرين. المؤمن عند ارتباط، المؤمن نعم عند ارتباط، يعني الواقع الله يرحم بعض أدبائنا يقول: ما إن دعاني الهوى لفاحشة إلا نهاني الحياء والكرم. المؤمن حي، ما يمكن ما يقدم، الله عز وجل يحب أن نتخلق بأخلاقه، الله حي، والمؤمن حي عند حياء، ما يدنو إلى الحرام، ما يدنو إلى الفاحشة، ما يدنو إلى المنكر، يعني إلى حد، إلى حد قليل في هالدنيا ياخذه الحد هذا، فهذا بالقياس إلى شيء محدود. لكن الكافر لا والله، الكافر يتمتع كيف شاء كالبهيمة، ما عنده شيء ممنوع منه أبدا.